بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كنا نتحدث عن مسألة الاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله حبل ممدود من السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وعندما يتحدث رسول الله عن القرآن باعتبار أنه هو الذي يربط السماء بالأرض، عندما يربط الإنسان بالمسؤولية في العقيدة التوحيدية وفي العبادة التوحيدية وفي الطاعة التوحيدية، فإننا نستوحي من ذلك أننا عندما ننفتح على القرآن في دراسة تدبر وتأمل، فإننا ننفتح على رسالة الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نطيع الله ونطيع الرسول، وقد ورد أيضاً: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالاعتصام بكتاب الله هو الاعتصام برسالة رسول الله بما تتضمنه من أصول العقيدة وامتدادات الشريعة وحركة المفاهيم الإسلامية في كل شؤون الإنسان والحياة. وقد ربط الله سبحانه وتعالى بين حبه، أي حب الناس له، وبين اتباع الرسول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن محبة الله لنا إنما تنطلق من خلال اتباع الرسول، فإن اتباعه يوجب لنا محبة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أراد الله لنا أن نجعل النبي قدوتنا في كل ما فعل
وفي كل ما قرر وأقر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا نمتد في انفتاحنا على القرآن بالالتزام بأهل البيت عليهم السلام فيما روي عنهم في تفسيره، فقد جاء في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكلمة أهل البيت هي الكلمة التي تحولت إلى مصطلح، بحيث إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى علي وفاطمة والحسن والحسين الذين كان النبي يناديهم. فقد روي أنه كان إذا مر وقت الفجر على بيتهم فإنه كان يقول: السلام عليكم يا أهل البيت. وهذه الكلمة لا تشمل من كان في بيت النبي من أزواجه، باعتبار أنها مختصة بهؤلاء الذين نزل القرآن فيهم في حادثة الكساء، كما روي عن أم سلمة التي كانت حاضرة عندما نزلت هذه الآية، فقالت: هل أنا منهم؟ قال: إنك على خير، ولكن هذه الآية مخصوصة بهؤلاء. وفي ضوء ذلك فإن هذه الآية نستوحي منها عصمة هؤلاء، عصمة علي وفاطمة والحسن والحسين، فإنهم كانوا يمثلون الحق كله ويمثلون الخط المستقيم كله، فلا خطأ في أفكارهم ولا في أفعالهم ولا في كلماتهم. وأما وقد وهم الذين عاشوا في أحضان رسول الله وتعلموا من علوم رسول الله، ولا سيما الإمام علي عليه السلام الذي احتضنه رسول الله وهو طفل، كان بحيث يمارس معه كما تمارس الأم مع ابنها، يقول: كان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه قبل أن يكون له أسنان. وهكذا عاش مع رسول الله
في تأملاته في غار حراء، وعندما وكل الله برسول الله ملكا من ملائكته كان علي يستمع إلى ذلك ويتعلم من ذلك. وعندما كان الوحي ينزل على رسول الله كان علي يرى الوحي ويستمع إليه، وقال له رسول الله كما وردت الرواية: إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع ولكنك لست بنبي. وعاش مع رسول الله ليله ونهاره، وعندما ولدت فاطمة عليها السلام كانت تعيش مع أبيها ليله ونهاره، وعندما توفيت والدتها احتضنت عاطفة أبيها وخدمته على صغر سنها، وبذلك عصمها الله سبحانه وتعالى لأنها أخذت من أبيها فكره وروحه وروحانيته وعلمه في كل ما أفاضه عليها. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث الناس عن علي ليعرفوا قيمة علي في الرسالة وقيمة علي عند الله. ونحن نروي في هذا المجال في واقعة الأحزاب ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين، برز الإيمان كله إلى الشرك كله، كما نروي في واقعة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهكذا كنا نروي عن رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ونروي عنه: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. ونروي عنه أيضا أن في يوم الغدير عندما قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. وهكذا نقرأ في ما روي عنه: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهكذا نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهكذا نزلت الآية التي تقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عندما تصدق علي بالخاتم ونزل قوله تعالى، أيضا نزل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وهكذا نجد أن القرآن يقودنا إلى علي باعتباره الإمام
لأهل البيت عليهم السلام، أما فاطمة فهي بضعة مني يريبني ما رابها. وهكذا بالنسبة إلى الحسن والحسين، إنهما سيدا شباب أهل الجنة، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وهكذا أيها الأحبة، نستطيع أن نستفيد من ذلك كله من خلال إيحاءات القرآن فيما تحدث به عن عصمة أهل البيت عليهم السلام، وعن مكانتهم، وعن لطف الله بهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. نستفيد من ذلك لماذا كان أهل البيت هم الذين يملكون الولاية على الأمة امتداداً لولاية الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي، جعلهم النبي صلى الله عليه وآله في حديثه، جعلهم عدل القرآن، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فأهل البيت يسيرون جنبا إلى جنب مع القرآن، فما دام القرآن يتحرك في حياة المسلمين فإن أهل البيت يتحركون في حياتهم. وهكذا نعرف أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام كانوا أيضاً يتحركون حيث تحرك رسول الله، ويتكلمون من خلال ما تكلم به رسول الله، لأن حديثهم حديث رسول الله، كما قال ذلك الشاعر: ووالي أناساً قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. وهكذا نعرف أن أهل البيت عليهم السلام لا يمكن أن ينفصلوا في قول ولا في فعل عن القرآن، ولذلك أرادوا لنا أن نعرض كل الأحاديث التي تردنا فيما يرويه الرواة، أن نعرضها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. إن الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام برسول الله والاعتصام بأهل بيته، لأنهم وسائل النجاة، ولأن أهل البيت كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. والحمد لله رب العالمين.